اخوان اخوات مشاهدينا الكرام، تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا الاخوان خرجت لكم بهذا الخبر العاجل والحصري. ما كنتش غادي نعمل حتى شي فيديو حيت كنشوف باللي الفيديوهات راه ما عندهمش الدعم وما كيطلعوش، وحتى اليوتيوب راه ولات كتعاقبنا حيت كنقصحوا شويه الكلام. اليوتيوب كيف الناس اللي كيتفرجوا فينا؟ نعم، كيف المجتمع؟ الحقيقه ما عندهم ما يديروا بها. الناس اليوم في هذا الزمن اللي عايشين فيه كيعجبهم غير اللي يلحس ليهم ويقول ليهم داكشي اللي باغيين. وبن شريف مع داكشي ما عندوش. بن شريف كيجي نيشان، كيستعمل شي مصطلحات، نعم كيجرحوا شويه، نعم شي مصطلحات اللي ما لايقينش على داكشي. عندنا الاعداء ديالنا حتى حنا، كاين بزاف ديال الناس ما كرهوش نقولوا يساليو معانا من هاد اليوتيوب حيت واقفين ليهم هنا. ولكن اولاد عمامي، ايه كيف دعمتونا كيف ما دعمتوناش، حنا غادي نستمروا على الطريق ديالنا. كيف عرفتونا من النهار الاول هكا غادي نستمروا. بالا اولاد عمامي، باللايكات وبلا اللايكات ديالكم، ايه نمشيو حتى نشوفوا فين غادي يخرج هذا الشيء. بالا اولاد عمامي، اما يساليو معايا ولا انا معاكم. بالا اولاد عمامي، قبيله في الفيديو اللي شاركت معاكم، نعم قلت لكم باللي سينيور فيخو فشل في المحاوله الاولى. نعم كيف كتعرفوا اليوم كان تصويت، كان خصو يحصل على الاغلبيه المطلقه 176 صوت، نعم ما حصلش عليها. وشنو كيستنانا دابا؟ من هنا 48 ساعه نهار الجمعه غادي يحاول، نعم الاخوان غادي يحاول المحاوله الثانيه. هنا شنو غادي يخصو؟ غادي يخصو اييه مايوريا سيمبلي، سي اه كتر من لا، داكشي اللي محتاج ليه. سينو بيدرو سانشيز يقدر يحاول، ايه يقدر يحاول اذا رشحوا الملك. اذا فشل سينيور فيخو، بيدرو سانشيز عنده شهرين حتى نهار 27 شهر 11 باش يتنصب. اذا ما قدرش ولا ما رشحوش الملك، راه يقدروا يكونوا الانتخابات قبال اذا ما رشحوش الملك. اما اذا رشحوا وما قدرش راه نهار 14 من شهر 1 غادي يكونوا الانتخابات. في هذاك الفيديو اللي طلعت لكم هضرت على القضيه ديال بوديموس، باللي البارح كانوا الناس كيقولوا باللي بوديموس يقدر يتقلب على سينيور بيدرو سانشيز ويمشي يدعم سينيور فيخو. اليوم شفنا في التصويت باللي ما كاين والو من داكشي. وتما وضحت لكم واحد الحاجه، قلت لكم راه داكشي ما منو والو، وستكم واحد الحاجه، ستكم واحد المعلومه. ودابا بهذا الخبر اللي غادي نشارك معكم غادي ناكدوا هذيك المعلومه. قلت لكم هذوك الناس اللي كتشاركوا هاد الخزعبلات اللي كتقولوا باللي بوديموس غادي يدعم سينيور فيخو راه غير كتخربقوا. وستكم وقلت لكم باللي كاين واحد الخبر اللي كيقول نعم بابلو إغليسياس فيزي بريزيدنتي ديال بيدرو سانشيز سابقا خرج هاد الايام قالوا باللي كيضغط على الملك. نستعمل هذاك المصطلح، نستعمله كيهدد الملك باش يرشح بيدرو سانشيز، حيت كيف قلت لكم كاين اخبار اللي كتقول باللي الملك كيفكر ما يرشحش بيدرو سانشيز، يعلن على الانتخابات من جديد. قلت لكم باللي بابلو إغليسياس راه كيقولوا باللي هدد الملك، كيضغط على الملك باش يرشح سينيور بيدرو سانشيز. او بابلو إغليسياس راه من بوديموس، مرتو إيريني مونتيرو هي الوزيره ديال المساواه، وحاليا راه نعم باقيه نقولوا باقيه في سميتو في الحكومه المؤقته. وكيفاش في ديك الساعه بوديموس غادي يدعم فيخو؟ المهم هادشي راه وضحتو لكم قبيله. دابا عطينا الجديده منير، دابا اكد لينا داكشي اللي قلتي لينا قبيله. ناكد لكم هادشي راه جد خطير، عنده علاقة بسينيور بيدرو سانشيز، نعم عنده علاقة بهادشي اللي كنتكلم عليه دابا. اسمع ليا مزيان ولد عمي، ما غاديش نطول عليك، عمل لايك ولا ما تعملوش، يقدر هاد الفيديو حتى هو ما يطلعش فيه الإشهار، ماشي مشكلة ولاد عمامي، غير ما يحيدولناش القناة وصافي، باش نستمروا معاكم، حيت هادشي راه ولف وكيعجبنا، مرة نفضحوا الناس ونشاركوا معاكم داكشي كيف هو. فوالا ولاد عمامي، اسمع سانشيز، اسمع ولد عمي، راه هادشي راه خطير. سانشيز يهدد الملك باستفتاء الاستشاري
بين الملكية والجمهورية إذ لم يمنحه المنصب. بيدرو سانشيز دابا كيقولوا بلي كيهدد الملك. أيه يا ولد عمي، تقرير المصير كيقولك بلي كيهددوا يمنح الإسبان يصوتوا ويختاروا واش باغي الملكية ولا نقلبوها سميتو الجمهورية. أمر خطير كيضغط عليه باش يرشحو، حيت تا هو سمع بلي الملك يقدر ما يرشحوش. إيه الخبر كتشوفو معايا ولاد عمامي، أنا ما كنجيب حتى شي حاجة من عندي، ديما بن شريف كيحط لكم المقالات، الوحيد ملي كيتكلم على شي حاجة كيحط لكم داكشي بالدليل، ما كيتكلمش غير بلا بلا. نعم بن شريف ماشي سامعي، بن شريف نعم كيقلب على المعلومة. بانا ولد عمي نعم كيبحث باش يتأكد من داكشي اللي كيقولو. هادشي راه خطير، هادشي راه خطير ولد عمي. هنا ولد عمي اسمع، سانشيز يهدد الملك بإجراء استفتاء استشاري بين الملكية والجمهورية إذ لم يمنحه المنصب. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن رحلة خوان كارلوس الأول الجديدة إلى إسبانيا تتزامن مع المناقشة حول تنصيب ألبرتو نونيز فيخو. الملك الكبير با خوان كارلوس كيتواجد في إسبانيا حاليا، أيه في غاليسيا، كيقولوا باللي قدروا يتلاقاو، يقدروا يهضروا على هذه القضية، يقدروا يقرروا نعم أن ما يرشحوش بيدرو سانشيز. نورمالمون الاخوان ديما الملك كيرشح الفائز من الانتخابات، اذا هذاك فشل ما قدرش كيرشح الثاني. نعم فيخو هو اللي فاز رشحو، اذا فشل خصو نورمالمون يرشح بيدرو سانشيز. هادشي اللي كان حتى لدابا. ولكن اولاد عمامي هذيك القضيه ديال امنيستيا ديال العفو اللي باغي يعطي بيدرو سانشيز لهذوك الانفصال الكاتالانيين راه ايه، هادشي راه محتمل، هادشي اللي كنتكلموا عليه راه محتمل، يقدر يكون ما يرشحوش يعلن على الانتخاب ديريكتومون، حيت داكشي اللي باغي يدير سينيور بيدرو سانشيز راه ماشي قانوني ماشي دستوري. باش يعطي لهم العفو خصو يبدل شي حوايج في الدستور، واذا بدل شي حاجه في الدستور خص دوز على اليد الملك يفيرمي، والملك كيف قلت لكم قبيله راه ما كتجيش ما كتجيش. هاولد اسمع اسمع، ويدرس فيليبي السادس للمره الاولى كيف قلت لكم عدم ترشيح بيدرو سانشيز لتشكيل الحكومه. ايه كيدرس لاول مره في التاريخ ما يرشحش بيدرو سانشيز، نقولوا الثاني. نعم اعلم انه من الصعب تصديق ذلك، هنا كيقول لك ايه دابا نعم حنا دابا كنقولوا هذا الشيء، ولكن بزاف منكم اللي دابا كتفرجوا فينا ولا كتقراوا هذا المقال ما غاديش تصدقوا، ولكن اولاد عمامي هذا الشيء راه كيف قلت لكم راه يقدر يوقع. نظرا للتاريخ التكييفي للملك الحالي، الان قد لا يكون فيليبي السادس هو الملك الاكثر جرأة. نعم يقدر ما يتجرأش، يقدر ما يتجرأش، لكنه ليس غبيا، قدر ما يتجرأش ولكن عارف بلي هذا الشيء اللي باغي يعمل سينيور بيدرو سانشيز راه ماشي مزيان. حتى واحد ما باغي نعم يتقسم نقولوا بلادو. بارو ولاد عمامي حيت غادي نبداو مع الكاتالانيين غيخرجوا لينا الباسكيين غدا هادو هادو هادو، وداك الشيء راه نو نو. بارو ولاد عمامي حنا راه ضد هذه القضيه راه قلناها لكم. بالي شنو اخر، فهو يعلم ان الجبهه الشعبية التي اقترحها بيدرو سانشيز هذه المرة أكثر الإخوان تطرفا، نعم من تلك التي الإخوان يحكمها منذ 5 سنوات. هادشي اللي كيقترح دابا بيدرو سانشيز ولاد عمامي راه شوية صعيب، شوية صعيب. بالي الخبر هو هذا، نشوفو نشوفو نستناو بعدا نهار الجمعة نشوفو سينيور فيخو واش يقدر يتنصب مايوريا سيمبلي بسيس كتر من لاس ولا لا، ومن تما نشوف نستناو الملك شنو غايدير، واش غادي تكون هذيك الروندا ولا ايه يخرج يقول ايه ستوب ما كاين لا بيدرو سانشيز لا والو، ديريكتومون الانتخابات. واذا مشينا الانتخابات ولاد عمامين من جديد بيدرو سانشيز راه مشى فيها مشى فيها،
على داكشي بيدرو سانشيز غادي يحاول، حيت دابا راه عامل مجهودات، سميتو غادي يحاول بأي طريقة يتنصب كرئيس حكومة إسبانيا، حيت سينو غادي تكون الضربة القاضية ليها الإخوان إذا مشاو الانتخابات من جديد. راه مشى فيها، نو مشى فيها، ما فيهاش النقاش، ما فيهاش النقاش. على داك الشيء ما نعرف الإخوان بالي. هنا الملك السابق ليهوني سيحضر حفل عائلة طال حفيدته، ما عرف شنو. المهم جا هنا كيقولوا بلي واحد الحفلة تاع الأقوال. المهم، ولكن هذا الموضوع الإخوان راه كيتكلموا عليه بزاف ديال الصحف، ملي كيتكلموا عليه بزاف ديال الناس راه شي حاجة كاينة. الملك واش غادي يتجرأ ولا ما غاديش يتجرأ؟ الله أعلم. أنا كيبان ليا من المستحيلات أولاد عمامي، من المستحيلات الملك يتجرأ، ولكن إيه الله أعلم. بالا ولد عمي أنا شي عركت معاك داكشي اللي كاين، باش ما تقولش بلي بن شريف راه كيجيب داكشي غير من عنده. راه قبيلة شاركت معكم قلت لكم سميتو بابلو إغليسياس راه شنو شنو. هالخبر آخر نفسه كيتكلم على نفس المسألة، ولكن دابا كيتكلموا على بيدرو سانشيز. بالا ولد عمي المصداقية هنا، واش الملك يديرها ولا ما يديرهاش؟ الله أعلم. ولكن الملك كيفكر في هذه القضية، كيفكر فيها، كيفكر فيها. تحياتي لكم.